أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال زيارته التفقدية إلى مجمع السلمانية الطبي بمعية سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وبحضور الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية وعدد من المسؤولين بمجمع السلمانية الطبي أكد حرص حكومة مملكة البحرين على استمرار المبادرات الرامية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين المواطنين والمقيمين بما يجسد التغطية الصحية الشاملة وفي هذا الصدد ثمن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة وزيرة الصحة الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكافة المشاريع التطويرية في القطاع الصحي بالمملكة وشملت الزيارة الميدانية الاطلاع على اخر التطورات لابرز المشاريع التطويرية التي تقوم بها المستشفيات الحكومية بمجمع السلمانية الطبي من بينها مشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ ومشروع توسعة غرف العمليات ووجه معالي رئيس المجلس الاعلى للصحة الى استمرار المبادرات الطموحة لتحسين رضا مرتادي دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلماني الطبي في ظل التحديثات والمشاريع التطويريه التي تم تنفيذها في الاونه الاخيره من جانبها عربت سعاده الدكتوره جليله بنت السيد جواد حسن وزيره الصحه عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي رئيس المجلس الاعلى للصحه على زيارته التفقديه لمختلف المرافق الصحيه في المملكه مؤكده أن حرص الجميع على مواصله تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع الصحي في مملكه البحرين من جانبه اوضح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكوميه الدكتور احمد محمد الانصاري ان مشروع توسعه دائره الحوادث والطوارئ بالمجمع الذي يعتبر نقله نوعيه كبيره في خدمه المواطنين والمقيمين بالمملكه حيث يعمل لرفع الطاقه الاستيعابيه للاسره من 80 سريرا الى 123 سريرا.